ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المحلل السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا ومرحبا بك دكتور هلال. بداية، الموازنة بحسب مختصين وبرلمانيين لم تراع المدن التي دمرت نتيجة العمليات العسكرية كمدينة الموصل مثلا وغيرها، ما هو تعليقكم على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولأهل الموصل ولأهل العراق العفو والعافية، لأن ما خصص لهذه المناطق هو التدمير المقصود. ونحن على متابعة حثيثة لما يجري في العراق منذ الاحتلال ولحد الآن. كانت هناك عمليات تقام بالقصد للحاق الضرر الأكبر بهذه المدن، ومن يخطط لتدمير هذه المدن بكل تأكيد لم يخطط لإعادة أعمارها. هذا جانب. الجانب الآخر أن المنظومة الإدارية التي تدير المال العام في العراق هي منظومة فاسدة بشهادة الجميع، فبالتالي لا يمكن لأي موازنة ولأي ميزانية مهما كانت هذه الميزانية من ضخامة إذا كانت الأيادي التي تتعامل بها غير أمينة، وهذا ما أثبتته الأحداث عمليا. ليس ادعاؤنا نحن الخارجين عن العملية السياسية والمناهضين لها، ولكن هذا هو اعتراف من هم يديرون العملية السياسية، وما دعاوى الفساد التي كل مسؤول يأتي ليستلم حكومة ما أو وزارة ما أو رئاسة حكومة يدعي بمحاربة الفساد إلا اعتراف كامل بأن الفساد هو المسيطر وأنه هو الأمر المستشري في هذا البلد. أعود لقضية الموصل وقضية المدن المدمرة. بكل تأكيد من تقارير الأمم المتحدة أن الموصل تحتاج لأكثر من 100 مليار لإعادة إعمارها. هذا جانب. هل الميزانية العراقية تكفي اللصوص ومن ثم تفيض لتكفي لتسد رمق إعادة الإعمار ولو بنسبة بسيطة؟ هل هناك هل عدت الحكومة أو وزارة التخطيط أو الوزارات المعنية في إعادة الإعمار أو لجنة الأعمار خطة زمنية مدروسة مبنية على حجم الضرر وكيفية معالجة الأضرار وكم يستغرق هذا الزمن، سنة سنتين ثلاث سنوات، وكم يرصد لها من الأموال؟ لا توجد دراسة حقيقية ميدانية فعلية لحد هذه اللحظة عن حجم التدمير ولا عن كيف على كيفية إعادة الأعمار. كل ما يدور في العراق هو استهلاك إعلامي لا يتعدى سوى المهاترات الإعلامية والحصول على المكاسب الأحزاب المسيطرة والبرلمانيين. طيب، الفاسدين في هذه المناطق. رعد الدهلكي أشار إلى أن الموازنة لم تراعي المحافظات التي تشهد تظاهرات مطالبة بالحقوق المشروعة للشعب كالبصرة مثلا، فما هو فرق موازنة العام 2019 عن الموازنات السابقة؟ أنا قلت في بداية حديثي أن الموازنات هي محاصصات ما بين الأحزاب وما بين الكتل، والمتتبع للعملية السياسية في العراق يستنبط ببساطة أن الذي يدفع مبلغ ملايين الدولارات ليستوزر في الوزارة الفلانية أو ليستلم المنصب الفلاني، أعتقد هذا هو الاستثمار الذي يبحث عنه وليس إعمار العراق. وليس القصد من الموازنة هو بناء خطة تنمية واضحة. نسمع بهذه الخطط منذ 2003 ولحد الآن، ولكن أصبحنا بعد 15 سنة من الاحتلال ومن الاختلال نبحث عن ماء الشرب. يعني تخيل أن مدينة البصرة يخرج سكانها مطالبين، لا يطالبون بديمقراطية كدول العالم ولا رفاهية، يطالبون بماء الشرب في بلد هو ثاني أو ثالث دولة مصدرة للنفط في العالم، يصدر 4 مليون برميل نفط يوميا، لكن حولوا البلد إلى خرابة. يعني أنت لا صناعة ولا زراعة، كل شيء مستورد. تخيل ادخل على مناقصات وزارة النفط، حتى هذه المناقصات التي يعلنها تجد في تشم وتقرأ فيها رائحة الطائفية بكل ما تعنيه الكلمة. يعني ندخل على المتخصص في هذا الجانب يعرف كيف أين الأعمار يخطط ولمن وحجم الفساد اللي موجود. إذن الطبخة خارج حدود مصلحة الشعب العراقي. المتنفذون على الأمر في العراق يخططون كيف يستفاد من هذه المرحلة الأربع سنوات وكيف يصبح
يملأ جيوبه من طيب السحت الحرام. اللجنة أما إعمار المالية، حقيقي عفوا دكتور، اللجنة المالية البرلمانية تقول إن الحكومة رفضت 47 ملاحظة للتعديل على الموازنة الجديدة، هل برأيكم رفض الحكومة لتلك التعديلات كان عن دراسة ومعرفة بواقع البلد أم لا؟ يعني احنا الحقيقه هي من الذي عد الميزانيه ومن عد الملاحظات؟ الذي عدوا الملاحظات وارسلوها الى جهه هي متقصده بالتدمير. لم يكن الرد ولا راينا ردا علميا عندما ارفض انا مسؤول في مكان ما ارفض مقترحا يجب علي ان اعطي مبررا لهذا الرفض. فعندما تكون الرفض بدون تبرير هذا يعني اصرار على عدم الاستجابة لحاجة الناس، وهذا هو واقع في كل العراق بالمناسبة، ليس في البصرة وفي العمارة وفي الناصرية. العالم تخرج الآن تطالب بأبسط حقوقها الحياتية، الآن نسبة البطالة تجاوزت 40%، نسبة الفقر 40% حسب تقارير الأمم المتحدة، نسبة المحتاجين إلى المساعدة كما أشار تقريركم بحدود 4 مليون أو 6 مليون. احنا نتكلم عن المساعدة العاجلة، أما خط الفقر 40% من مجموع سكان العراق عندما تتحدث عن 15 مليون أو 14 مليون إنسان، يعني دولة كاملة محتاجة إلى هم دون خط الفقر في بلد نفطي يصدر هذا الكم الهائل من البترول. أين ذهبت أموال العراق؟ نعم. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هلال الدليمي كنت معنا من عمان عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.